وهادشي بالنسبه للسائق المهني الاخ، اعتدنا على هادشي. بالنسبه للزياده راه هي ولات ساريه المفعول ديالها، ولات ديما الزياده على لاطول عام. بالنسبه للغريب في الامر اللي كنشوفوه هي دابا الزياده كتجي متتاليه، هاد الزياده كتجي متتاليه، اغلبيه كيزيدوا ب 50 فرانك ولا شي ب 70 فرانك، وتا في النقصان اللي كيطيح المازوت لا في الدول الاخرى ولا كيطيح في الاوبيك تتبقى حدا سبحان الله العظيم نفس الثمن. الا طيحوا تيطيحوا واحد جوج فرانك حتى ثلاثه فرانك حتى اربعه فرانك، هذا هو المشكل اللي تيوقع. وبالنسبه للسائق المهني راه تيعاني وتيعاني في صمت، ماشي زعما لان الغلاء ديال المازوت وزيد عليها روسيطا، حيت روسيطا ما توحداش على حساب كل منطقه وسط ديالها، كاين اللي كيخدم ب 5000، كاين اللي كيخدم ب 6000، كاين اللي كيخدم ب 7000، داكشي ما بقاش. وباش انت غاتخدم على مول الطوموبيل هي روسيطا، وغاتخدم على المازوت الغازول على الاقل عندي واحد 150 درهم في النهار، وعلى الاقل خصك واحد 450 درهم اللي تصور في النهار، هذه عيد ديال مول الطوموبيل والمازوت. اذا انت شنو يبقى لك ما غاتدي كسائق مهني؟ ولهذا السائق المهني كيعاني في صمت، خص التفاته تكون ملك هي اللي حنا بقينا جميع البيبان ولا حياه لمن تولد. ولهذا كنطلبوا جلاله الملك يتدخل بالنسبه للسائق المهني، خصو الدعم، الدعم فوري ولا مشروط، لان الدعم للسائق المهني ضروري ومؤكد وشكرا. شي هي انا دوي معايا على الغازو بحكم ديال السائق المهني، انا ليسونس ما عندي علاقه، سول في هذاك مول طوموبيل باتيكولي اللي كيهز مره في الشهر ولا مره في السيمانه هو تيعاني الله يحسن له العون. بالنسبه لي كسائق مهني دابا كنا كندير واحد الوقيته قبل الكوفيد كنا كنديروه ب 8 ديال الدراهم، دونك بالله عليك دابا الكوفيد ولا كريز كاينه، وهذا في حد ذاته هذا كوفيد، هذا غير كوفيد حنا اللي كنعيشوا. شوف الاهميه اللي عاطي الكوفيد وديك المداخل اللي كتكون في الكوفيد وديك الاعانه اللي كتكون في كوفيد، ويديروا عشه عند السائق المهني. والسائق المهني راه تيعاني كما تنقول لك، تقول لك الكراسه السائق المهني تيعاني، ولكن شوف ما بين عين حسب الجهه ديالنا حنا سلا رباط قنيطرات ما حسب الجهه، وحسب شحال السائق المهني اللي كيعاني في هذه الجهه، وحسب كل طوموبيل فيها واحد على الاقل واحد جوج شيافه ولا ثلاثه، وشوف الشيافه شحال كيدخل في النهار. ولهذا دابا الزياده بالنسبه لكما قلت لك انا بالكوفيد كنا كنديروه ب 8 ديال الدراهم، دابا كنديروه ب 10 دراهم و 11 درهم كنديروه، 3 دراهم كل زياده، وبالله عليك انت ما كاين حتى عام ونص تزيد عليها 3 دراهم، راه بزاف. ولكن كما تنقول لك تنعاودها خص الشيفور يعني خصو داعم يكون خاص به، لان ما عندوش طوموبيل بارتيكولي باش كيخدم، لان الرزق ديالو راه هو ذاك الطاكسي، وباش هو تزاد عليه في المازون وتزاد عليه في الروسيطا، يعني هذا السائق المهني شنو غيدي؟ باغي يبقى له شي حاجه بيدي، لا تضيع واحد 50 درهم ولا 70 درهم ولا كذا، وتصور انت من 6 الصباح حتى 12 الليل ولا 11 ولا 10 كل واحد باش يدخل يدي واحد 50 درهم ولا 60 درهم ديالاش ديال الكراد المصاريف ولا ديال. ولهذا كما تنقول لك عاود كرر خص التفاته الملكيه، لانه هو الرمز ديال هذا البلاد هذا، وعندنا حنا الثقه كامله في جلاله الملك باش يحاول يدير لنا شي تخريجه لهذا الوباء اللي هو حد ذاته راه وباء حتى هو. وشكرا. انت دابا جبتي واحد الموضوع اللي هو موضوع مزيان، علاش؟ البلايص دابا حنا اغلبيه كنخدموا خمسه البلايص، غير هي بالنسبه لنا حنا باش علمونا قالوا لنا تخدموا خمسه البلايص. دابا ها هو بالنسبه لك كتشوف الدول الاخرين ولا حنا راه حتى الكوفيد ولا كينخفض، ما بقاش داك الشيء، يعني يقولوا لنا خدموا بزاف البلايص على الاقل، بعدا على الاقل يعطي له واحد الفوبين خدموا بزاف البلايص باش بنادم يعوض. انت دابا كتخدم خمسه البلايص كما قلتي، وبنفس التسعيره كتبقى خمسه دراهم هي كتبقى، ودابا حنا غنزيدوا على المواطن، وعلى الاقل حنا باش ندخلوا شي شويه ديال الربح للجيب شيفور، على الاقل خصنا نهزوا واحد سبعه ديال الدراهم، وسبعه الدراهم بالله عليك انت الشيفور بالنسبه للمواطن العادي راه يعطيك سبعه الدراهم، لان الطاكسي معاه ما تيخدم، تيخدم مع المانوفري، ما تيخدمش مع شي واحد اللي عنده الصالير عالي فوق 10000 درهم ولا شي، كتشوف غير المانوفري اللي كيخدم مع السائق المهني الطاكسي. وتا بالنسبه للطاكسي هذا المانوفري هذا ما بقاش كيخدم بحكم الكوفيد، ما بقاش كيخدم في هذه الشركه اللي كتخدم فيها الاغلبيه ديال المطاعم سدوا، الاغلبيه ديال الشركات سدوا، لان تا المانوفري تيخدم مع الطاكسي فينا هو ما كاينش. ولهذا نقص الخدمه والغلاء ديال المازوت والغلاء ديال المعيشه والغلاء ديال الروسيطه، يعني فين باغي نوصلوا في هذا الشيء؟ ما فهمنا حتى شي حاجه، بغينا غير شي واحد يعطينا حل ويفسر لنا، وبدينا من الحكومه الجديده، مازال الحكومه ديال بن كيران الحمد لله مشكوره، ماشي زعما تنقول الحكومه ديال العداله القلبيه في الوقيته ديالها كانوا كيراعيوا حق الدرويش، كانوا كيعطيوا الحق للدرويش، هذه الحكومه اللي جات جديده بدي جات وهي في الغلاء الغلاء الغلاء، يعني بالنسبه للدرويش دابا راه تيبريسيو فيه، والله ما ان هذا الامر، والسلام عليكم. وهي بالنسبه لك كما قلت لك انا حتى بالنسبه لهذا الزبون هذا اللي غيركب في الطاكسي، راه حتى هو اللي يحصل له العوان، راه كما قلت لك قبيله، واش انت غتزيد عليه واحد الدرهم ولا جوج درهم؟ ما يمكنش تزيد عليه واحد الدرهم او جوج، لان حتى هو اللي يحصل له العوان، على بشحال هو خدام مسكين الصالير ديالو. دابا اللي جيت تشوف السبيك دابا ديالنا حنايا داير السبيك داير 70 درهم، و 70 درهم بالله عليك حتى هو مسكين المصروف ديالو باش تزيد عليه حتى واحد التسعيره ديال 7 درهم، وباش غيمشي 7 درهم ويجيب 7 درهم وغياكل فيها، شايف قالوا ما يبقى له حتى شي حاجه. ولكن كما تنقول لك خصنا حنا واحد التدخل فوري ديال جلاله الملك وعاجل باش يدعم على الاقل السائق المهني، لان هذه الحكومه راه ما دارت حتى شي حاجه، راه ملي جات هي في الغلاء. وشكرا.
انا غادي السائق المهني كما تيقول لك المستقبل ديالو غادي زعما راه في تدهور واحد الحاله يوتيلها كيعاني كيعاني في الصمت تيعاني وما تيلقاش المسانده راه هذا هو المشكل ونمشي معك واحد الموضوع بعيد حتى بالنسبه لحنا دابا اللي قال لك هو دابا هذاك الشيء يقول بالنسبه للاصيلاتي والتغطيه الصحيه حتى التغطيه الصحيه بحد ذاتها كما تيقولوا لها قطاع غير مهيكل حتى التغطيه الصحيه حتى هي جات بغيت قطاع غير مهيكل حتى هي بحد ذاتها التغطيه الصحيه مهيكلاش علاش حيت بداو بالنسبه للمواطن الطوموبيلات هما الاولين يعني اللي عنده العقد النموذجي هو اللي كيستافد هو اللي كيستافد هو اللي كيستافد من التغطيه الصحيه والشيف هو مسكين زور البولون شنو عنده؟ ما عنده حتى شي حاجه عنده هذاك البيرمي رخصه الثقه اللي تيقولوا هو رخصه الثقه عطيها له الداخليه في جيبه وتيخدم غير بايمجلو يعني شنو كيستافد هذا الشيف هذا؟ وانا الشيف هذا جلس من الغدا بيبقى عنده مسكين بيصرف على ولاده بيخلص لك غير الاول ولهذا كل كنخص الالتفاته في هذا الاتجاه هذا والصيف راه تيعاني وتيعاني في الصمت وشكرا انا ما كنطلبش الحكومه كنطلب جلاله الملك لان الحكومه بحد ذاتها كاع الحكومه اللي مشات متتاليه غير عطيني شنو عطات هذا القطاع هذا انا دوي معايا دابا ابتداء بالاستقلاليه وابتداء بال هذوك العداله والتنميه وحنا دابا بالحركه الشعبيه لان هذه الحكومه المتتاليه المتنوعه ما عطات حتى شي حاجه لهذا القطاع هذا وحنا بغينا تدخل جلاله الملك فوري لان الحكومه هذه كتبقى غير حبر على ورق تدوز الوليد ديالها وغتمشي بحالها اشنو دارت لها الحكومه ما دارت لها حتى شي حاجه ولهذا انا كنلجا جلاله الملك راه الشيفو تيحتضر تيحتضر وشكرا خويا انت تتشوف اخي هاد الغلاء هذا راه بزاف اخي وماشي في الصدعه ديال المواطن اخي وانت تتشوف دابا المازوط هو غادي في 12 درهم اخي راه بزاف على المواطن واش غنقول لك لا اله الا الله والله يدير شي تاويل ديال الخير في هاد البلاد اخي هاد الحكومه الجديده اخي راه لا اله الا الله زادوا في كل شيء اخي انت تتشوف دابا المواطن كاع ما بقاش قدروا لا 100 درهم لا 50 درهم لا حتى شي حاجه اخي واش غنقول لك لا اله الا الله وصافي الله يدير شي تاويل ديال الخير اخي انت تشوف لا الشتيوة ما صبات الزرع والو الغنم مسكينه ما لقات ما تاكل هذا العام ديال الجفاف وهات هما تيزيدوا هذا الشيء اخي اللهم انا هذا منك كاع زوال اخي كنا تنعقلوا عليه 7 دراهم 8 دراهم اليطرو ودابا اخي راه وصل 11 درهم 90 راه بزاف هذا الشيء اخي ويطرو راه ما يديك حتى من هنا للقريه ولا حتى من هذا السي شده ما يديكش شكون هو المتضرر الاول من هذا المشكل المتضرر اخويا اصحاب النقل هما كي كتشوف صور انت كي كتشوف هاد الناس ديال سيارات اجره دور هما المتضررين الاولين اخي كاين شي ناس اخي في استطاعتهم يديروا لهاد المازوط راه كاع ما تيتسوقوا لهاد الشيء وكاين شي ناس راه كتعرف اخي مساكن راه دراوش راه بحال دابا مول طاكسي غيدي فاياج ب 30 درهم والمازوط واصل 12 درهم شحال خاصو باش يمشي ويجي خاصو على الاقل واحد جوج يطرو ولا يطرو ونص شحال غيبقى له في هاد الفاياج 300 دريال 400 دريال اللهم انا هذا منكر اخي اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة